تروح سريعا لزميلنا العزيز فاروق صلاح مراسل قناه الاهلي. يا فاروق مساء الخير عليك. مساء الخير عليك يا امير وعلى كل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. الاخبار عندك ايه يا فاروق؟ طمنا على الاستعدادات لمباراه السوبر وجاهزيه اللاعبين. خلينا نقول في البدايه يا امير عقب طبعا عوده الفريق من غينيا الاستوائيه والفوز على فريق كانو سبورت الغيني في ذهاب دور ال 32 لدوري ابطال افريقيا. بيستأنف النادي الاهلي النهارده مرانو من اجل الاستعداد دي حديده وبطوله جديده. النادي الاهلي طبعا زي ما كلنا عارفين بتطلع من بطوله لبطوله من صفحه لصفحه. فالنهارده النادي الاهلي استأنف مرانو. في البدايه امير خليني اقول لك ان الكابتن محمود الخطيب كان متواجد النهارده في مران فريق النادي الاهلي قبل بانطلاق المران سمع مع اللاعبين في منتصف ملعب فارتيتش وحث اللاعبين على اهميه المباراه وقيمه المباراه بالنسبه للجمهور اسعاد جماهير النادي الاهلي واهميه هذه المرحله وانها تكون بدايه ان شاء الله للموسم الجديد. بعد اكتمال الكابتن محمود الخطيب مع اللاعبين والرسائل اللي وصلها المستجد كابتن مؤمن زكريا كان في جلسه ثنائيه جمعت ما بين الكابتن محمود الخطيب ومؤمن زكريا بروح الاب يعني احساس العيله وروح الاب الكابتن محمود الخطيب في كلامه وفي حديثه مع مؤمن زكريا. ده النهارده ده فاروق ده الكلام ده النهارده؟ النهارده يا امير يعني مؤمن زكريا كان موجود في المران. مؤمن زكريا موجود ده كان موجود في المران وكان مع الكابتن محمود الخطيب قاعد متواجد معاه في المران. ورفع الرحمه للروح المعنويه لمؤمن زكريا لان انت متواجد واحنا موجودين معاك واحنا في سهره كويس جدا كلها امور طبعا حرام. نروح لتفاصيل المران. طمن جماهير النادي الاهلي يا امير على مبدئيا رامي ربيعه النهارده شارك في المران وبكلمك حاليا وهو متواجد في التقسيمه شارك في المران الجماعي. رامي ربيعه بطمن جماهير النادي الاهلي ان شاء الله يكون السوبر وجاهز لمباراه السوبر متواجد وحاليا في شارك في بدايه المران الجماعي وحاليا بيشارك في التقسيمه. كويس. جيرالدو ايضا متواجد في التقسيمه ومن بدايه المران بيقدم فاروق الصوت بيقطع. فاروق تعالى يمين شويه او شمال شويه. امير ايوه فاروق سامع انا سامعك اتفضل. بتابع معاك الاخبار خلينا جايين التفاصيل اللي هي الاخبار قبل كواليس المران. وليد ازارو طبعا يبقى فيه من الصعوبه ان هو يلحق بمباراه القمه بيأدي لسه جلسات العلاج الطبيعي لكن لم يحسم بصفه نهائيه ان وليد ازارو هيكون متواجد في مباراه القمه مباراه السوبر بصفه نهائيه. حتى الان لم يحسم ولكن هيبقى فيه صعوبه جدا يا امير ان هو يكون متواجد في مباراه القمه باذن الله. بالنسبه لايمن اشرف الاصابه بتاعته هو طبعا ايمن مش هيلعب مباراه كده كده عشان موقوف لكن احنا بنتكلم عشان بعد مباراه السوبر يعني. ايمن متواجد في المران بيقدم المران لكن هو متواجد و طيب وليد ازارو نقدر نقول صفوف النادي الاهلي مكتمله. مجموعه حراس المرمى ادوا اللقاء ادوا مران يعني اكثر من جيد مع مثلا ميتشيل يانكون مدرب حراس المرمى ديفيد فيزا المساعد وجوس الفني مع مستر ريني فايلر خاص ب استغلال الكرات العرضيه والعمل على تعدد المحاور للنادي الاهلي النهارده شيء يطبقها مستر ريني فايلر والمدرب العام ديفيد سيزا مع لعيبه النادي الاهلي ان الاهلي يعني في بعض النقاط الفنيه برضه مش عايز استفيد فيها مش عارف اهميه الاهلي بيحاول ان يبقى في تعدد عندي في المحاور الهجوميه سواء عن طريق الاطراف سواء عن طريق العمق ونعمل من لمسه واحده وامور استغل الطرفين واعمل تمويع خلق المساحه. طيب انا بشكرك يا فاروق شكرا جزيلا. الصوت مش واضح قوي في الحقيقه لكن فعلا فاروق قال لنا اخبار كتيره جدا متعلقه بالفريق.